في البداية نود أن نوجه لكم كل عبارات الشكر على اهتمامكم البالغ بفريقنا شباب المحمدية، وعلى كل الجهد الذي تبذلونه في تتبع أخباره. كما تتبعتم، نحن اليوم مع إحدى محطات البناء في إطار هيكلة الفريق. اليوم نوقع على عقد الارتباط بالسيد نجيب الحانوني مدربا مشرفا على الفريق. لماذا هذا الارتباط وفي هذا الظرف؟ كما تعلمون أيها الحضور الكريم، نحن وفي إطار البرنامج الذي وضعه المكتب المسير ويرعاه عن قريب السيد حسن زيريت المدعم الرئيسي له، بدأنا الاشتغال على واجهتين. أولا، إعادة هيكلة الفريق إداريا عبر تجديد طاقمه الإداري بشريا ومنهجيا. ثانيا، بناء فريق تقنيا على المستوى البشري بشكل خاص. من هنا جاء الاقتناع بالارتباط بالسيد نجيب الحانوني لما يتوفر عليه كإطار تقني من تجربة وخبرة ستفيدنا في تكوين فريق للمستقبل. وتكوين فريق للمستقبل يبقى غايتنا وهدف سنشتغل عليه بشكل مركز، وهذا لا يعني أننا سنتجاهل اللعب من أجل أن نكون في مستوى تطلعات الجمهور العزيز الذي لا يرضى لفريقه بغير النتائج الجيدة. من هنا نرى أن تكوين فريق للمستقبل سيكون أمرا هاما جدا، ونحن سننافس في البطولة بشكل جدي بحثا عن التألق. فإن كانت النتائج كما نتمناها جميعا، فالطريق بكل تأكيد ستكون مفتوحة أمام فريقنا للتنافس على الصعود. هذا على المستوى، نؤكد أن هدفنا الأسمى هو بناء الفريق عبر إعادة هيكلته من كل الجوانب، وتهيئه وإعداده بشريا وبنيويا وإداريا، حتى يصبح فريقا منظما قادرا على أن يتبوأ مكانة بين كبار الأندية في منظومة كرة القدم الوطنية. ونستغل هذه المناسبة المباركة لنعلن كمكتب مسير عن فتح أبواب الانخراط خلال الفترة المقبلة القريبة إن شاء الله. وسنحدد هذا الأسبوع طريقة الانخراط والاتصال بالكتابة العامة للفريق. غايتنا في ذلك توسيع قاعدة منخرطي فريقنا وخلق مؤسسة يكون فيها المنخرط هو الموجه والمراقب والمدعم للفريق. نشكركم جميعا على حضوركم. وفي الأخير أود أن أذكركم بلائحة المكتب المسير: الرئيس حميدة محمدي، النائب الأول محمد رضا أبو معيز، النائب الثاني عبد الكريم عارف، النائب الثالث خالد عبادي، النائب الرابع عبد الحميد جماهري، الكاتب العام محمد قسوم، نائبه يونس بازي، أمين المال فهد بن مبارك، نائبه محمد ضريف، المستشارون أحمد فرس، المصطفى أبو الفضيل. وأود أن أقدم لكم ولو كان غني عن التعريف المدرب سي نجيب. خليه يقدم راسه كلمة قصيرة. أولا، أنا سعيد جدا بتواجدي في هذه القاعة بين أحد فضائل كرة القدم، سواء الحاج أحمد فراس أو سي رشيد روكي، بالإضافة إلى الحاج سيلا وحدادي أيضا اللي كاين هنا في القاعة. فأنا جد بسرور بتواجدي هنا. أولا أشكر السيد الرئيس أولا على الثقة اللي وضعها فيا رفقة المكتب المسير، وكنتمناو بأننا نكونوا في مستوى التطلعات ديال للمكتب المسير وأيضا الجماهير ديال اللي هي كبيرة ديال فريق شباب محمدية،
شباب محمدية، لأن في اعتقادي ما كنعتبروش فريق في الهوات، فهو دائما كمكون أساسي ديال كرة القدم الوطنية يعتبر دائما هو فريق عريق، فريق عنده أصول تاريخية في البنية الكروية ديال المغرب، وبالتالي كما كيقولوا الفرق اللي عندها تاريخ فهي ربما تمرض، ربما مرضات هاد 5 سنوات، ولكن كنظن بفضل الرجالات ديالها، بفضل الغيورين على الفريق، ربما ان شاء الله غادي يكون في واحد السكه صحيحه، وربما يصح من جديد باش يكون دائما ذاك الفريق اللي كيتمناه كل متتبع رياضي في مدينه الزهور. شكرا.